إلى شأن مغير، أشرف والي ولاية سيدي بالعباس سمير شيباني على مراسم استرجاع وحدة تصنيع عوارض السكك الحديدية سابقا الكائن ببلدية رجم دموش بدائرة رأس الماء، والذي كان خارج حيز الخدمة منذ عدة سنوات، وتسليمه إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية. ويأتي هذا تماشيا مع استراتيجية وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى استرجاع المصانع والمؤسسات المصادرة وبعثها من جديد. التغطية لعبد الكريم عاشور. تشرف على مستوى بلدية رجم وولاية سيدي بالعباس أن نقوم باستلام وحدة العوارض السكيك الحديدية من طرف والي ولاية سيدي بالعباس، وهذا تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتطبيقا لتعليمات السيد وزير الصناعة والإنتاج السيد علاني التي أعطيت يوم الخميس، والتي نحن اليوم بصددها من أجل استلام هذه الوحدة والقيام بالعمل من أجل إنعاش هذه الوحدة. فقمنا بتعيين مدير وحدة الذي قمنا بإعطائه جميع التعليمات لتحضير وقيام بتشخيص هذه الوحدة من أجل وضع مخطط عمل في أقرب الأجال لإعادة تشغيل هذه الوحدة. نطمئن سكان هذه الوحدة ونطمئن السلطات المحلية على أساس أننا كل العمال الموجودين في هذه الوحدة سيرجعون مرحليا في أقرب الأجال، وسنقوم إن شاء الله بوضع هذه الوحدة في التشغيل. قدرنا لعملية مهمة ومهمة جدا، وهي استرجاع عقار صناعي ذو أهمية، يمكن أن أقول أنها استراتيجية بالنسبة للقطاع تاع السكة الحديدية، بالنسبة للولاية ولاية سيدي بالعباس، بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة. يتمثل في إن صح التعبير ورشة أو مصنع لصناعة العوازل، اسمهم عوازل، العوازل السكة الحديدية سيدي ترافيرس أون بيتون، وهذه مادة مهمة جدا في المشاريع تاع السكة الحديدية. تعرفوا مآل هذا العقار كان في مرحلة ما في نزاعات قضائية تبعتهم كلهم، اليوم الحمد لله تطبيقا وتنفيذا لتعليمات سيدي رئيس الجمهورية تم وضع اليد بصفة نهائية على هذه الورشة التي سوف تباشر إن شاء الله الإنتاج في غضون شهر على الأقل، على حسب السيد المدير العام لفيروفيا اللي كان حاضر معنا اليوم.